البضاعه الصينيه بس تمشي حال، ماكو غيرها. الالماني الياباني هذه كله مواد غاليه. من 2006 تقريبا وجاي تعلمت رسمي يعني تصليح، واحنا عندنا يعني مهنه بيهن وشاطرين بهيج شغلات يعني ساعه نتعلم. بعدين تعلمنا الشغله، صلحتهن، قمت اصلحهن، قام المؤسس اذا يشتري دريل هو يجيبه علي، اني اسويه، اني اصلحه، الكهربائي كذلك، اذا كوسره، اذا شيء. بعدين بال 2010 رسمي فتحت ورشه خارج المحل مالنا، يعني سويت ورشه خارجيه شهر الواحد بال 2010، سويت ورشه كامله بس للدريلات وللكوسرات، من ضمنهم طبعا اجار، احنا ناجر كوسره، مولد، دريل، ماكين الثيل، هاي المواد كلها، كاويه بواري، دايس، هاي كلها كنا كلها ناجرها. لا بالعكس، احنا هو الصيني كله عطلات، يعني دائما يجيك ستوكات يعني يعطل بساع، فهذه هو يعني هو اللي خلانا نفتح شغله من سرعه استهلاكها. البضاعه الصينيه بس تمشي حال، ماكو غيرها. الالماني الياباني هذه كله مواد غاليه.